صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. الإرهاب الذي ضرب مجددا في أوروبا واستهدف هذه المرة بروكسل بعد العاصمة الفرنسية باريس احتل صدارة الصحف الصادرة اليوم، والتي أبرزت أيضا عنوان الاستحقاق الرئاسي الذي يشهد اليوم المحاولة تحمل الرقم 37، كما أبرزت الصحف أيضا الحملات المحسوبة من قبل بعض الصحف المحسوبة على إيران ضد المملكة العربية السعودية. هذه العناوين وغيرها نتابعها اليوم مباشرة على الهواء من الاستديو مع النائب السابق الدكتور صلاح حنين. دكتور حنين أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يعطيك العافية. كان الثلاثاء يوم دامي ببروكسل، بارز كل الصحف العناوين: داعش يضرب قلب أوروبا كما جاء في المستقبل ويرهب العالم، باللواء 34 قتيل وأكثر من 200 جريح في هذه التفجيرات بين المطار وأيضا مترو الأنفاق. يعني ما في شك أنه اليوم العالم عم بيشهد حرب من نوع جديد. يعني الحروب التقليدية كانت إلى إذا بدك سيناريو معين، إنما اليوم هيدي الحرب اللي تشن على فرنسا وعلى بلجيكا وعلى أوروبا بشكل عام، هيدي فعلا حرب من نوع جديد اليوم. يعني في أولا في دولة عم تعلن هالحرب اللي هي دولة داعش، صحيح منا اليوم منتسبة إلى الأمم المتحدة ومنا دولة معترف فيها، إنما فيهن بسموا حالهم دولة، في دولة موجودة وعم بتقاتل في منطقة معينة وعم تكتسب أراضي في منطقة معينة وصار عندها إدارة معينة ومالية معينة في منطقة معينة. إذن في دولة، يعني حتى بالمعنى التقليدي في دولة، وهذه الدولة عم تعلن حرب في منطقة الشرق الأوسط بين سوريا والعراق، وبنفس الوقت في الخارج عم تعلن حرب، أعلنت حرب، أعلنت حرب عالمية، أعلنت حرب من خلال الريزو سوسيو الإنترنت وغيرها والوسائل التواصل على أوروبا. إذن في اليوم مشهد جديد، يعني ما تعودنا عليه، ما كنا بنعرفه بالسابق، إنما هيدا مشهد اليوم يختلف عن المشهد اللي شفناه بال 11 سبتمبر ب 11 ايلول. يعني المشهد 11 ايلول في امريكا كان ارهاب من الخارج يضرب اليوم أمريكا. هم في الداخل اليوم الارهاب وهذه الحرب معلنه من الداخل على الداخل، من الخارج على الداخل، مثل ما قلت حس في دوله وفي حرب اعلاميه وفي اعلان حرب. وبنفس الوقت هالجيوش منتشره في داخل الأراضي كافة، يعني في جميع أنحاء العالم، منا اليوم عم بتحرك منا مش عم بتحرك، وهل على الحرب عم بيجعل إنه من داخل هذه المجتمعات، وهيدي صعوبتها وما فيك تميزها، منهم بأحياء معينة ولنهم بيلبسوا بشكل معين ولنهم بيحكوا بشكل مختلف، هن من داخل مجتمعاتهم، منهم فرنسيين يحملون الجنسيات الأوروبية، منهم فرنسيين وبلجيكيين، وعم بتفجر هذا الحرب وهذه هذا الإرهاب عم بتفجر من الداخل. بصحيفة النهار كاريكاتير أرما حمصي رسم من دون تعليق امرأة يعني على أوروبا ونزفت من جرح بلجيكا، فيما لا تزال أثار جروح فرنسا ظاهرة، هذا بالترابط مع التفجيرات التي حصلت بالعاصمة الفرنسية وصولا إلى بلجيكا والهلع الذي عم ليس فقط أوروبا، كل دول العالم وصولا إلى أحد المطارات بالولايات المتحدة الأمريكية، وحتى عنا في إجراءات على المطار أيضا. لك شغلي، اليوم الأوروبيين من وقت ما انتهت الحرب العالمية الثانية تعودوا على الأمن بشكل أنه صفى الأمن كأنه هن بسموه كأنه أكي سوسيال، يعني كأنه مكتسب اجتماعي. الأمن بالواقع مش مثل الضمان الاجتماعي، مش مثل الحقوق في موضوع الصحة، مش مثل الحقوق في موضوع المدرسة، هو اللي بتعتبرون ذكي سوسيو، يعني هو اللي إذا بدك الدولة هي اللي قادرة تأمنهم كليا بقوانين معك. إنما بيبقى أنه الأمن منه أكي سوسيال، منه مكتسب اجتماعي. الأمن هيدي شغلة بدك تشتغلها بكل المجتمعات بشكل جدي وبشكل يومي. المشكلة بأوروبا أنه الأوروبيين صاروا معتبرين من سنة 45 أنه هيدا الشيء طبيعي، ما هيك، وهن عم بيسعوا طبعا، عملوا الاتحاد الأوروبي حتى المكتسب الأمني
تكون شيء طبيعي، بس هن كانوا عم بينظروا طبعا للحروب الاوروبيه اللي عمرها مئات السنين، هيدا الشيء مستجد اصلا، في عناصر ما كانت موجوده اذا بدك من 100 سنه عم تنوجد اكثر من بعد ما فتحت العالم على بعضها، اذا هيدا شيء مستجد اليوم الاوروبيين مش معودين عليه، وهيدي حرب منا معودين عليها، منا الحرب الكلاسيكيه، منا الحرب العالميه الاولى او الحرب العالميه الثانيه، مش هيدي الجيوش المصطفه اللي بتحارب اذا بدك في مناطق معينه بينكسر جيش بتخلص الحرب بيمضوا انهاء الحرب ما بقى في ضربه كف، لا هيدي حرب ما بتعرف كيف بدها تكون وكيف بدها تتطور وكيف بدها تكون نهايتها. اذا اليوم الاوروبيين طبعا يعني اذا بدك صدمه طويله عريضه لاوروبا، حيث عم بيواجهوا شيء مش معودين عليه، وهال 60 سنه 70 سنه اللي صرفوها بموضوع الامن، وعملوا الاتحاد الاوروبي للامن، وعملوا كل هالجهد حتى القلوب في المانيا وفي باقي اوروبا تكون هاديه، هيدا كله هالشيء اليوم عم بينضرب. اذا هند كانه عندهم انطباع انه هيدا صار اكيد سوسيال، يعني مكتسب اجتماعي، كانه هيدا صار بنظامهم موجود، صحيح اني عملوا انظمه واشتغلوا عليها حتى الامن يكون، بس هيدا جاي من خارج هذه المنظومه كلها، عم بيضرب المنظومه الامن والمكتسبات الامن، وطبعا وكل المكتسبات اللي هن عملوها من هالناحيه من الحرب العالميه الثانيه لحد هلا. اذا خضه كبيره طبعا تفهمون، بس انا اللي بدي اقوله اليوم صار مفروض هالحرب ما هيك اللي عم تشن عليهم بدهم يواجهوها، يعني صار بده يحطوا، يعني هن بعدهم كانه بتصور ضربه بينتظروا تصوير الضربة الثانية، وبين ضربة وضربة ما 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 حسس الأوروبي بعد إنه في إرادة مواجهة، يعني في حتى استراتيجية عالمية 100% حتى محاربة الإرهاب، حتى يعني أنا هلا بقول لك بهالموضوع، بس حتى يعني في سياسيين مثل دوفيلبان عم بيرفضوا يوصفوا هل عم بيصير كحرب، ما هيك عم بيرفضوا يوصفوا، مع انه انا بالنسبه لي بشوف فيها كل مقومات الحرب، حتى من الدوله ولو مش معترف فيها يلي اعلنت الحرب، وحتى من الجيوش اللي مش جيوش تقليديه. اذا بدهم يدلون الفرنسيين معتبرين او الاوروبيين معتبرين انه هيدي مش حرب، هيدي مواضيع امنيه عاديه بدهم يعالجوها، ما رح يقدروا يعالجوها. انا برايي بده يصير في شيء يعني كبير على مستوى داعش في المناطق الموجودة فيها داعش، وعلى مستوى أوروبا، ما مني أنا خبير عسكري كأقول لك كيف، بس أكيد بده يكون في جهد أمني وعسكري كبير لحد لإيقاف داعش محل ما هي، ولإيقاف إذا بدك ترددات أو ما ينتج عن داعش في أوروبا كلها وفي أمريكا وفي غير بلدان. صحيفة الحياة كتبت اليوم أنه بلجيكا عاشت يوم أسود على وقع تفجيرات استهدف 2 منها مطار الدولي وأيضا المترو المجاورة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية. السلطات قالت أنه عدد الضحايا 34 وتخطى 200 جريح. السعودية والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ودول الخليج وعدد كبير من دول العالم دانوا هذه الاعتداءات. هون يطرح السؤال، التواجد المسلمين يلي هن يحملون الجنسيات الأوروبية من بلجيكية وغيرها، وبالتالي هل اليوم أصبح النظر باتجاه التطرف من المسلمين أم أنه لا ستكون هناك إجراءات وفعلا تطال الجميع؟ هو في مكان ما هن حتى الأوروبيين أنفسهم عم بيدعوا على عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، يعني مش يعني وحدة لا سمح الله بتشير للتاني، وبتعرف أنه حكوماتهم ورجال السياسة ونساء السياسة عندهم عم بيدعوا لهالشيء دايما، انه بدم الجام ما تخلطوا، مش يعني الاسلام لا يعني الارهاب، انما بنفس الوقت انت بتعرف انه في احزاب اليوم يمينية او اقصى اليمين عم خلقت باوروبا من فترة، يعني صار لهم 20 و30 سنة، انما كان نموهم بعده محصور كتير. اليوم ما في شك انه وقت بيصير في ظروف مأساوية من هالنوع، هل احزاب تنمى على هالظروف وتتغذى بدي اقول مرضيا من هالظروف، وتبني اذا بدك تطورها على هالظروف؟ اذا ما في شك انه اللي بده يتغذى من هالظروف بده يصير نعرات معينه ويصور. بتعرف انت دائما التطرف ما بيميز، مش انه بهالمجموعات بميز فيها بداخلها، لا
بياخذ المجموعه بحط عليها يافطه كبيره انه كل هالمجموعه هيك. هيدا أسوأ شيء في العمل السياسي، وقت تاخذ مجموعه وتحط لها يافطه وتعتبر انه الاخضر ما منيح او الاصفر كذا او الاحمر كله له لون واحد. لا، التعميم، هيدا التعميم واللون الواحد. اذا بدك الديكتاتوريات دائما تبدا من هون، انه هول كلهم عاطلين، هول كلهم منيح، هول كلهم كذا. اذا اليوم لسوء الحظ عم تشهد باوروبا، بالرغم من انه بعضهم السياسيين لليوم عم بيناضلوا في هذا الموضوع وعم بيدافعوا انه ما نخلط بين الدين الاسلامي وبين الارهاب، انما في هذا التطرف اللي عيمينون عم بيتغذى من هذا الموضوع وعم بيسلط الضوء على هالموضوع، ويلي اذا بدك ما بيستعمل عقله الكامل حتى يقدر يميز ما بقعد يشوف، بصير يشوف هذا اللون الواحد صفة على الجميع. موضوع داعش تم الإعلان أنه هم قاموا بهذه العملية، لكن السلطات البلجيكية إلى الآن في موضوع الملابسات والأهداف والأبعاد لهذه العملية، التكهن بدوافع هذه التفجيرات. رئيس الوزراء الفرنسي ربط موضوع هذه الهجمات بالتحقيق وإلقاء القبض على المشتبه الرئيسي باعتداءات باريس صلاح عبد السلام الموقوف في هذه الاعتداءات، ولكن الموضوع الأوسع والأكبر هو موضوع رد الفعل على الحروب الأوروبية أو المشاركة به، موضوع سوريا أو غيرها من المناطق. خليني أقول الموضوع الأكبر الإعلان حرب دولة داعش، الدولة الغير معترف فيها اللي هي بس معترف بنفسها، بس خليني ردها لهوني. الموضوع الأكبر ما انبسطها كتير، يعني كأنه لولا ما انلقت صلاح عبد السلام ما كان صار شيء، ما كان بقى رح يصير في شيء. كانوا عم بيحضروا. اي يعني بدك انت ترجع لورا شوي، لورا شوي، انه في اليوم دوله ارهابيه اعلنت شنت حرب، اعلنت حرب وشنت حرب، شنت حرب عسكريه في موقعها عسكريه وما هيك عدد من الدول، وفات الامريكاني وفات الاوروبي وفات الروسي والدنيا كلها اليوم، يعني هيدي حرب عالميه مصغره على خارطه معينه. اذا عندك اليوم هذه الدوله اللي هي عندها انشاءاتها في الداخل وعندها الريزو تبعولها، عندها السكك تبعولها نحو الخارج، اذا هالشيء ما بدك تستقله. مش يعني لولا ما انطلقت صلاح عبد السلام كنا اليوم بألف خير من الله. هلا بنفس الوقت في هالجو محضر وجاهز، بنفس الوقت طبعا في اشياء بتخلي تسرع الامور او تفعلها او تخليها تحصل اليوم قبل بكره. طبعا في موضوع صلاح عبد السلام اللي انكمش بالظروف اللي بتعرفها، وفي في في موضوع كمان في منطقه بلجيكا فرنسا لحد اليوم مبين انه في انتشار هالعسكر اللي صار بدك تسميهم عسكر اليوم، حس عم يتصرفوا كعسكر، بس كعسكر طبعا مش ضمن لا الحرب التقليديه ولا الاخلاق، حس الحرب فيها خلق كمان واخلاق كمان وفي قوانين حتى بالحرب، هن عم يتجاوزوا كل هالقوانين، بس اليوم عم نلاحظ لليوم ما بعرف بكره انه في انتشار، في كونسنتراسيون، في تجمع انتشار لهالعسكر اللي ما له لون وما بتعرف وينه وما بتعرف كيفه، في انتشار في فرنسا وبلجيكا، وفي في مثل الانكوباتور، يعني محل ما بتحطون وبتخليهم ينشأوا، وفي اكسليراتور، يعني في كمان مين يخليهم يسرعوا هالامور، وكانه بهذه المنطقه مجهزين اكثر، موجودين اكثر او مجهزين اكثر او مؤهلين اكثر حتى يعملوا هالنوع من الاعمال العسكريه الحربيه الارهابيه تجاوبا مع الدوله الام. اذا وفي كمان بنفس الوقت انا برايي اوروبا كلها اليوم حلقه ضعيفه، وعم بقول اوروبا حلقه ضعيفه مثل ما قلت لك هذيك الساعه، انه منا مستعد من ال 45 لليوم، معتبر انه الامن هيدا شيء طبيعي مثل المي والكهرباء، كيف تجيك مي والكهرباء بيجيك الامن نفس الشيء. العديد من الناشطين اللي شاركوا بالحرب بسوريا كانوا من بلجيكا ومن غير من مناطق اوروبيه، يعني في ناس طلعوا وراحوا معروفين. هيدا اذا بدك الصوره الكامله، في حرب في مكان ما، في انتشار او ترددات لهالحرب في المنطقه الاوروبيه، وفي بنفس الوقت كمان اوروبيين عم بينتقلوا من اوروبا يروحوا يحاربوا بقلب سوريا، يعني اذا بدك المشهد الارهابي صار مكتمل كتير. بس انه جوابا لك،
في هذا المشهد الإرهابي اللي عم بيتكامل مع بعضه. صار عندك اليوم بالألوف من الأوروبيين الأوروبيين الأوروبيين، يعني حتى يلي ما قالون جسور أوقات ما هيك من منطقة معينة، جسورك كلها فرنسية أو بلجيكية أو حتى إنجليزية، في ناس من جسور فقط أوروبية أو أمريكية عم بتروح بتقاتل. بس آخر ما فيك هيدا المشهد عم بيخلي إنه هالحلقة ضعيفة لأوروبا بشكل عام، فرنسا بلجيكا يمكن بشكل خاص اليوم عم تحصل خاصة هنيك هالأمور، وردة فعل على عبد السلام، إنما عبد السلام خليها تتصور اليوم بدل بكرة. بس أنا برأيي هالحرب لسوء الحظ هالحرب بدها تستمر، هناك تحسب أن يقع تنفيذات مماثلة بدول أخرى. بدي أقول لك شغلي، الحرب العالمية الثانية كيف خلصت؟ حس أنت كنت عم تسأل سؤال هذيك الساعة. الحرب العالمية الثانية كيف خلصت؟ خلصت بإنزال طويل عريض لو ديباركمان دو نورماندي، ما هيك؟ يعني أمريكا بكل قوتها وعظمتها بوقتها العسكرية، أوروبا بكل إمكانياتها، إنجلترا وفرنسا بما تبقى لها من من قوة، كله درس إنزال وعمل إنزال، صار في إنزال عسكري ما هيك هائل. وما نحكي كمان يعني عن اليابان، يعني اليابان كانت أكثر كمان من إنزال، حصار في إنزال نووي لأول مرة بتاريخ العالم، طبعا تستعمل وقتها كان بعد الشيخ طرعت واستعملت القنبلة النووية. إذا ليك هالإنزال الياباني يعني المجرم حتى كمان إذا بدك، ولولا في حرب راح 200 ألف قتيل هيك، وليك هالإنزال بالنورماندي حتى أنت تقدر تنهي حرب. إذا اليوم آخر ما في المطلوب إنزال، بدك تحالف عريض، وبدك هي بدك تعتبرها حرب عالمية كمان، أصلا كلهم عم بتقاتلوا فيها. نعم. المطلوب إنزال، إنما المطلوب كمان كما في الحرب العالمية الثانية بلا مارشال، يعني أنت بس بده يصير في هالمواجهة الصدامية الكبيرة، آخر ما في شعوب بدها تدفع الثمن، بده يصير في كمان بلا مارشال لإعادة انعاش هالظروف. واليوم ما بقى فيك تقول إنه يعني هيدا تدخل بمنطقة، حس حتى السعوديين والأتراك والقوى المسلمة الفاعلة الأساسية في هذه المنطقة وحتى المصاروي وكلهم رافضين وكلهم عم بيحضروا جيوش يعني اليوم لمواجهة هذا الوضع. على كل حال استاذ رفيق خوري بالصحيفة الأنوار كتب أنه حدود الحرب على إرهاب بلا حدود، تحدث عن التفجيرات وتبني داعش لهذه العملية ورفع درجات الاستنفار بكل أوروبا، ثم يعني لفت إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي هذا الاستهداف وهي رسالة مزدوجة إلى جانب التحقيق وتفكيك الخلايا الإرهابية، وأيضا رد على أوروبا للمشاركة اللي تقول بقصف دولة الخلافة بسوريا، رسائل متعددة الاتجاهات. بدك السؤال انه اليوم اوروبا يعني هو حرف الانظار، هو العوده الاوروبيين للاهتمام بامنهم بشؤونهم بالناس اللي فيهم بدل المشاركه بالخارج بقصف او محاربه الارهاب. ليك ما هي اذا بدك اليوم موضوع الارهاب منتشر، منشان هيك كنت عم بقول لك اللي عم بقوله هلا قبل شوي، إذا أنت بدك تعالجه بس بأوروبا بتكون عم بتعالج نتائج معينة وارتدادات معينة وتارك الأساس عم بيغلي في مكان ما. هيدا مثل شوديار المازوت والأساطير، ما هيك؟ بس في شوديار مازوت عم تغلي في مكان ما وهي اللي عم توزع الحرارة عبر الأساطير. إذا بدك أنت بس تعالج بموضوع الأساطير والأساطير متعددة، ما الشوديار بعد عم تغلي وبعد عم بتصدر لك هالإرهاب اللي عم تصدر لك إيه. أنا برأيي المعالجة حكما بدها تكون معالجة سياسية حتى عسكرية كبيرة، بس سياسية بالعمق وعسكرية كبيرة على صعيد كل الموضوع. في مكان ما بدك هالغليين وهالانكوباتور ما هيك اللي بيخلي الأمور تنشأ وتربى. نعم. هالغليين في مكان ما بدك توضع له حد، ما هيك؟ وبنفس الوقت حتى تقدر تعالج موضوع الأساطيل بس ما يعود يجيك بقى هالامتدادات، طالما عم بيجي امتدادات المعالجة صعبة. إذا أكيد بدها معالجة بأوروبا، بس أكيد صار بدها معالجة سياسية دولية كبيرة كمان خارج أوروبا. وسام سعادة بالمستقبل كتب أنه طالما نظام بشار الأسد باقي والحرب بسوريا وكله مكانك راوح، وبالتالي هذا الإرهاب يتمدد وينمو، لأنه ما هو وين بيتمدد الإرهاب إذا بدك بالفوضى. انت اليوم وقت كان في
كان فيها التوازن الكبير بين الامريكان والاتحاد السوفيتي بالرغم من راي كل واحد منا فيه، انما هالتوازن الكبير ما كان في ضبط لمناطق معينه، كل هالمشاهد هيدي ما كنت عم بتشوفها، ما كانت مضبوطه. وقت اللي بيصير في انهيارات لانظمه كبيره او لتوازنات كبيره مثل ما صار في انهيار للاتحاد السوفيتي، وقت بيصير في دول يعني تعم فيها الفوضى طبعا بالانهيارات للانظمه الكبيره وللتوازنات الكبيره وبالدول اللي عامه فيها الفوضى، بصير عندك مساحات حاضره لانه ينشا فيها امور من هالنوع. وزيرا وهذا المشنوق يلي موجود بالعاصمه البريطانيه كما جاء بصحيفه النهار انه فور عودته الى بيروت سيحاول موضوع الاجراءات الامنيه بمطار بيروت وموضوع الثغرات الامنيه بالمطار طبعاً. لانه كل الدول اليوم معرضه طبعا، يعني لبنان اكيد اكيد اليوم بهالمرحله بده كمان ينظر لواقعه بشكل جد اكثر بكثير، حيث اخر ما في كمان واقعه يعني يختلف عن واقع البلدان كلها. ما في بلد بالعالم، يعني خذ فرنسا فيها 80 مليون نسمه، فرنسا ما فيها مثلا على 80 مليون 40 مليون او 35 مليون يعني من خارج النسيج الفرنسي او ولا البانيا ولا بلد من البلدين، يعني نحن البلد الوحيد اللي هالقد فتح ابوابه وهالقد شرع ابوابه وهالقد يعني اذا بدك استقبل بدون ما يكون عنده بنفس الوقت يعني درايه لهالموضوع. اذا اليوم الدرايه مطلوبه والجهد الكبير مطلوب وهيدا كلنا بدنا نتفق عليه، يعني طبعا يعني ما فيك اليوم تعمل امن صحيح الا ما يكون في قرار يعني قرار الدوله في هذا الموضوع والدوله بكل مؤسساتها وبالقواها حتى فعلا الامن يكون مضبوط ما يضل في افريقيا خارج هالمنظومه. رح نتابع معك دكتور حنين هذه الحلقه بعد التوقف مع الاستراحه الحمله مجددا على المملكه العربيه السعوديه، ولكن هذه المره عبر بعض الصحف المحليه، وايضا محاوله رقم 37 لانتخاب رئيس للجمهورية. ابقوا معنا مشاهدينا.